السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه ما أعرف شيء في هذه اللعبة. هذا الحقير أحسن واحد على الأقل، لكن قهرت طلع فيه وشم، لكن بنشوف هل أقدر بعدين أغطيه ولا ما أغطيه. نجرب، ومستقبل إن شاء الله نتعلم عليها. هذه اللعبة ذكي القراصنة وكنز الذهب. كان أبا واحد عنده لحية، ما لقيت إلا هذا، والباقيين أشكالهم أغبياء. أخلص الطور التعليمي ونشوف إيش بيصير وقتها. لعبة مسالمة وتذكرني بألعاب بلاي ستيشن 1 الصراحة. الأصوات حركات بركات، رحب فيني. لا تنحني لغير الله. You look a little worse for wear, my friend. You must be on quite the journey. I should eat something if I were you. A full belly can do wonders for your spirits. Once you're in good health, we'll speak properly. طيب يقول يعني كل عشان تتداوى. بس لحظة، كيف أفك الضبط؟ أبغى أوطي أصوات اللعبة. اسكيب. لسه اصفار، ما عندي الا موزه. انا اكلها بالعافيه، بسم الله. قشرها ما شاء الله اعطاني انجاز. You look better already. Maybe even strong enough to reach the sea of thieves. كودي اخليه ياباني. Don't look so surprised. These days they call me the pirate lord. But back when I discovered this place I was just a bold explorer like you. أنا فقير، مدري مساكين. Filled with treasures and rife with danger. Where every sunrise brought a new adventure. أقدر أسمعكم وتسمعوني ونقدر نسمع اللعبة. طيب إيش قال؟ Pick up the مدري شنو، وش كانت؟ هنا. أعطاني أول سلاح، بسم الله. مسكين يا بس على الخط مدعوس. خبي. Speak to the pirate. اروح اكلمه عند الشاطئ. هذا السيف يتطور ولا خلاص كذا ما عاد؟ يلا ان شاء الله اخلي طقم اسطوري واطلع لي سفينه ونصير زي قبطان عمر. There's far more to being a pirate than a blade in your hand and a love of other people's money. It's about finding your way through ancient... أنا سرعت حق كلامه. ودي إني خليته ياباني الصد. طيب. والمفترض إني أسمع وش يقول ذا وما أدري وش. أكلها هيجي؟ والله ياكل. والله والله انك صاعقة، كان هني. سلمونيلا يلي بيك اب ذا شوفل. طيب هو المفترض يعلمني ازاي انا اصير قرصان ومدري ايش. طيب خلصت حتشيك، اعطني. I stowed a few belongings around here back in the day. The map will show you the way. تمام، كيف نفك الماب؟ أعطاني خريطة، جميل. طب أنا وين الحين؟ ما تغير شيء. يفترض إني عند هذا القارب، صح؟ اعطيني شيء مكسر يا اخي. طيب اذا فرضنا انه هذا قوس وهذا قوس، فانا هنا. طيب معناها هنا فيه السفينة، الكنز هنا. موجود البحر في ينادي، موجود البحر ينادي،
شاء الله عليه على طول يا اخي ما شاء الله بس. كذا شيله وكذا كذا ادفنه. عجيب. Return to the chest. يبغى نعطيه ما يجري. اقدر اختصر البحر يسبح وانا ماسك الاشياء ولا لا؟ يسبح ببطء. طيب سم طال عمرك. My old chest. Let's see if she still hides her secrets. يعطيني الارث ولا فتحوا لي؟ ترى كان اعرف افتح. اوه واو سلحني بالعتاد. يا سلام. A fine weapon. She'll serve you well out there. All right, there. That's well, mate. أعطاني أغراض ما شاء الله. فانوس بجلال. There. Now you look like a true pirate. There's plenty more to see, so why not stretch your legs and explore? I'll be here when you're ready to leave. Oh, I got one. خلاص يعني ما انت في حاجتي ولا انا في حاجتك. هذا بتفيدنا عشان الخرائط. Well, thanks you, mate. اللقاء. بروح الميناء. هذه السفينة شكلها لي. بسم الله. أول سفينة لي بأطلق عليها عتيقة ولا عريقة. طيب بسم الله. ارفعوا المرساة هيا يا رجال. أقدر أنزل تحت ولا؟ أوه في دور ثاني وخريطة مكبرة يقول لي أنا وين. ها جرذع ما الذي جاء بك هنا؟ اوه يعطيني أسوأ شيء يا اخي هذا خشب. حلو اخزن اغراض هنا الظاهر. طيب خلنا نصلح. ازاي نصلح؟ الله سبحان الذي بارك. ايش هذا؟ تيك السيت. اقدر اجلس بس انا ما اقدر اشوف نفسي يعني. الرصاص يخلص ولا مفتوح؟ ما في مكان للتسديد. بسم الله. شكله ما يخلص وهذا شيء مطمئن مبدئيا انه خلاص هذا الرصاص. طيب خلصناه. الله خلصناه. تشتري رصاص صدق. ايش هذا يسوي؟ نعبي موية شرب يعني من هنا. لاكت اشياء كثيرة مغلقة يمكن لما نتطور ونترقى في اللعبة. موز وجوز هند. لا حاليا شبعان هنا نطبخ صح. ايش هذا؟ كباتش مدري عصير. لا ممكن مشروب الغازي حق البحارة اللي يخليك بارع. طيب هنا ايش رأينا ننام لين يجي الليل احسن. يا خبا ملابس بس عشان اغطي الوشم بس شيء يقهر. ليش تحط شخصية موشومة؟ ممكن هذا افضل شيء من الشخصيات. ايش هذا؟ لا 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 انا ابغى اصير مسال المدافع. شكل المدافع تخلص برضو. اوه جميل.
صدق انا ما اكتشفت الجزيرة ولا اكتشفت شيء، فخلني اقود السفينة اشوف. هلا 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 يا بحار، هلا لازم ترفعني بس اول يا بحار. ايش هذا؟ ومكسور الشراع. ان الله يطيح فيني ولا يبغالي اصلح سفينتي؟ ما بالك يا عتيق، نشبنا يا راجل. النار الله. طب عاوز انزل يا جدعان، اقدر اقص الحبال واطيح. طيب خلاص، ايوه هذه السفينة بنبيعها شكلنا، يعني مسوي اني بتكون لنا ذكريات ومدري ايش. لا والله شكلي بشتري. طيب هذا لازم تبحر معك رجال، كيف تبحر انت لحالك؟ ف واضح ان اللعبة ليلها طويل، واضح ان جوها عليل الصراحة، عشان كذا انا يعني لسه ما بحكم عليها من بدري، بس كان فينا زر واختفى. ايوه احنا كذا انا صح طريقي. ايوه تحركت السفينة بسم الله. كيف اعرف انها سيدة ولا؟ كيف اسرع؟ لازم ما ارفع speak to the pirate lord. والله بنزل هذا فك ال صح. يا سلام خليك هنا. في حركة عجبتني، نطلع السيف. ها كيف كان با انط كذا شفته. الله عطني ذخيرة، ما قلت لي انه الذخيرة تخلص، يعني حسبت انه قفل. Well now, طيب. I say you're as ready as you'll ever be for what's ahead. شكل باخذ. Allow me to show you the path. حتى هذا الارث بشيله معي. أو يرسم لي طريق صدق. The shroud is beginning to part. But you have one more task before your journey continues. You may be ready to sail. نعم repairs. نعم. سفينة الأنثى. أوه. شيل كل شيء يخصك. وننزل هنا ونحط صندوقنا اللي ورثناه. كيف ايوه يقول لك برس تو سيل ان ثروب تو ذا باك اوف ذا شيب. لحظة لازم اطلع فوق عشان اشوف ايش السالفة. هذا طيب. ارفعوا المرسى، ارفعوا الاشرعه، find the wood form. طيب اخذنا خشب طال عمرك، نصلح ربير طال عمرك. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، يعني ان شاء الله تتحمل الرياح. او اعطاني ذهب، مدري اعطاني ليت ذهب تخيل. باقي من هنا نصلح. طيب نقول روح هنا. اقدر اسرع ما اقدر.
هذا واحد حق الأشرحة واحد حق ال لا 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 في السفن ما في ريوس. الله انها هو اعطاني اياها مكسرة اصلا. انا لله. اخذنا لفتين ما لها داعي. شكلنا يبغانا نروح هناك لكن انا احس انه احس فيه تحت مويه عشوه. طيب هنا ايش يبغانا نصلح شيء؟ اها نتطلع للافق. يا سلام كيف هذا؟ سلام. With your ship fully restored, passage through the shroud now beckons. Take care on this dangerous last leg of your voyage. Threats of all shapes and sizes lurk in its murky fog. Keep the wind in your sails and an eye on that horizon, and I'm sure you'll have no trouble. Once you make it through, I will be waiting for you. A world of adventure. الحين هذا ايش ضميري يعني ولا؟ توكلوا على الله يا رجال. تتعب من الامواج ونحن لا نتعب. تذكروا دائما العدل والحق. وهلا هلا 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 يا بحار. طيب بننزل بس ما في فرامل فخلها هاتشي واطلق المرساة. سننزل في بطن هذه العاصفة لا تفقدوني. سأذهب ل بسم الله ان شاء الله ما في حوت بس ياكل بطني. شكله ما في شيء. اشوف هنا يسبح هناك ما يسبح. انني لا ارى. توقعت برقي شيء في الحطام هذا. اوه ما حد يهجم علينا اذا شعلنا الشموع لان والله ما عاد صرت اشوف شيء. نرفع المرساة. بسم الله توكلنا على الله. ابغى اطور في السفينة هذه لين اقول بس. فكان المرساة خلني اشوف الخريطة عشان اعرف انا رايح وين اصلا. طيب هذه الجزيرة اللي احنا قبل شوية خرجنا منها. طيب الى اين نتجه؟ ما اقدر احدد كويس. شكل السفينة قاعدة تتحطم. الخريطة يبدو انها فارغة. اصبح احط هنا عفوا هنا ايوه بشوف ايش في قدام. نطلع من هذا المكان ونشوف ايش بيصير. بس كذا ما اشوف. ودي لو في زاوية احسن. عطني اهم شي فلوس وانجازات. الى اللقاء يا طول الجزيرة. الى اللقاء يا اصدقاء. والله السفينة بطيئة الاستجابة. المكان اللي اقترب منه يولع. انا على بالي فيه شيء اغتنمه.
Now bring that. Bring me that horizon, Ajib. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحش في هذه المياه. يا الله تذكرت قصة يونس عليه السلام. لا إله إلا اللهم اكفنيه بما شئت. اللهم اكفنيه بما شئت. أنا جالس أنطل بالقارب عارف بعتيق. لا أرجوك سفينتي ما الله كفيه ما شئت. يا الله سترك. وين الروح إذا هذا بيقعد يطاردنا؟ لا تأكل حتى طعمي يعني. يا لطيف. طيب أنا أمشي وأنا ما أعرف أصلا وجهتي وين. كان أبغى ليل رايق وقمرة وقارب يزين وزيناه. هذا طريق صح. جيت إيش the carnival from. يلا شكله بنهجم على أحد. يا لطيف. وين الدور الثاني؟ هذا كوكونات كانون بول. وين الكانون بول؟ لا 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 كانون بول صح قال. انا عبالي كوكونات. كل داوى وانت تدور. الكانون بول هذا مويه عشان اشرب. هذا تعشق. كم انا حطيت؟ كم عندي مدفع اصلا؟ اين انت ايها الوحش؟ نكمل قدام. والله مع السواقه ذي ان قارب بيتحطم. صعب اصلا كل شيء تسويه لحالك. ها اصطدمنا بايش احنا؟ يلا عدل عدل عدل. انا في الاول. ودي كان ادخل القوارب هذه واشوف هل في شيء اغتنمه ولا لا. هذا الذهب الظاهر معناها انه فيه انه النص. ما ادري اروح اغتنم ولا ما ينزل لي زي هذاك القارب ما بعرف. لا مو روقان واستكنان يا شباب. يا جماعة القراصنة. لا يا جماعة البحارة نحن لسنا القراصنة. اوه شوف الغيمة على شكل الجمجمة. انا ودي ارفعها يعني عشان اشوف لكن او يمكن حتى وقت العواصف ما عشان ما تلعب بالسفينة. لكن نجرب. طيب انا كذا خلاص ما عاد عندي اوبجكتيف اسويه. اعطاني هذه ما ادري ايش فائدتها. ايوه والله انجازات.
نجوت يعني من الاختبار ولا ايش السالفه؟ اوه صرت خلاص بحار لا يشق لي غبار اخيرا. يلا تمام. لازم نروح البلدة ونرقى سفينتنا ونشوف لنا ملابس و و و فيلم طويل عريض، وهذا اظنه صعب صعب انك تسوي كل هذا لحالك، لازم معك طاقم او انت تنضم لاحد. شكرا يا اوكس بوكس على هذه اللعبة الجميلة، وان شاء الله عجبكم هذا المقطع هذا لسه مقدمة ما شاء الله بريزنت. يلا خلصنا الطور التعليمي، ان شاء الله كان مقطع لطيف خفيف جميل في بحر القراصنة الرائع والمميز والحصري. نراكم على خير في امان الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا من اول يوم والله صيد وفير واغراء. احمد يطبخ لنا ستيك ما شاء الله. اسرع يا طويل اسمك خنزير ترى. والله شفت صدمت نفسي ما ادري وطلعت. هذه الجزيره الجميله ورا ما اقدر اروح. يلا سنتركها اذا هذه ما هي مضبوطه. خلها هنا عشان ما شاء الله ما شاء الله 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 الله. كذا ايوه خلك خلك هناك بصورك كذا ولا اقرب؟ لا لا ممتاز. اخذت صورة؟ يب